ما أعرف إذا أخذته من قبل. حلمت أني أصرخ وأقول حرامي بأعلى صوتي وأحس ما في صوت، وكنت أحاول أصرخ لين طلع صوتي وصرخت قلت حرامي. تكرر معي الحلم أكثر من مرة، أو بدفع باب بيتنا أو بيدفع باب بيتنا حرامي، وأنا أحاول أقفل الباب عزباب. طيب يا عزباب، أمر تحذرين منه أهلك كثيرا ولكن لا أحد يسمعك، والمشكلة أن هذا الأمر الذي حذرت به أهلك وحرصت على إخبارهم أنه يجب أن يأخذوا بالهم منه أو أن يفعلوه، أنك أنت صائبة وكلامك صحيح وهم لا يعلمون ذلك. فالأفضل أن تؤكدي عليهم، وبده هناك الحرامي دخل الباب، فالأفضل أن تخبري والدك. وإذا طيب. كان في شخص بعلاقة معك وعدت بالزواج، فالحرامي هو شخص يأخذ الشيء بدون وجه حق، فلا تعطيه شيئا لا يستحقه. والله أعلم.